ويمكن انا استوقفني عبارة حضرتك قلتها معالي الوزير لما قلت انه المثقفين يعني بيبقوا كسلانين شوية انهم ينزلوا يدلوا بأصواتهم. هو السؤال المنطقي ليه؟ طب ممكن اخش اعمل مداخله؟ انت كده هو احنا باين عندنا مثقفين ولا لا؟ اه لا في مثقفين طبعا اكيد منسحبين ولا شغالين؟ بتبقى كارثه. لا هو انا خليني اقول كسلانين لك كسلانين. هكلمك بصراحه. احنا في فتره بعد 25 يناير شهدت كثير من الاضطرابات وكثير من المفاهيم الراسخه حصل فيها نوع من الاهتزازات وكثير من التجارب بيعاد فيها النظر. وده في مثل هذه الفترات عادة المثقفين مش بيكون هم اللي ظاهرين فيهم، بيكون البطل في مثل هذه الفترات المواطن العادي. المواطن العادي. وده اللي ينبغي انه يكون الرهان عليه. مش بس دلوقتي. في ثورة 19 لما حصلت الخناقة الشهيرة بين سعد وعدلي وقيادات الثورة اللي حسمها الشارع. المثقفين. اللي حسمها الشارع. بعد 5 يونيو 67 مباشرة بعض المثقفين القريبين من النظام قالوا والله نقعد مع الإسرائيليين ونشوف لنا حل في الموضوع ما دام احنا بهذا الشكل. لكن الشارع اللي نزل قال لعبد الناصر لا. والشارع ده هو اللي فضل ينزل يطالب بالحرب ويطالب بالثأر والكرامة. مش بس كده، النموذج اللي أنا ضربته في البداية وهو نموذج لازم نذكره، معاهدة السلام. النخبة كلها وقفت ضد الرئيس السادات بالكامل وتم تخوينه إلى درجة أنه لما اغتيل النخبة المدنية اعتبرت خالد الإسلامبولي قاتله بطل. بطل صحيح وشجاع وما قالوش عليه أنه إرهابي نهائيا، وطلعت كتب تمجده من أساتذة جامعيين كبار، بل أكثر من ذلك طلعت عريضة وبيان وقع عليه كثير جدا من الشخصيات الكبيرة إلى الرئيس مبارك يطالبوا أنه ما يعدمش هذا البطل. ده لازم نفتكره. النهاردة أنا بفتكر ده ليه واللي بيحصل في الجولان. ماذا لو لم نكن قد أخذنا سيناء؟ سيناء ليست أهم عند الإسرائيليين من الجولان، لأن سيناء في الديانة اليهودية حاجة ضخمة جدا جدا. وبالتالي اللي حسم هذه المعركة هو الشارع، هو الشعب. وعشان كده لما عبد الناصر كان بيقول الشعب هو المعلم، فعلا الشعب هو المعلم. وفي هذه الفترة في الفترات تعالى من بعد 30 يونيو، مين اللي حسم 30 يونيو؟ الشعب. الشعب. صحيح. النخبة راحوا فيرموت. مش كده؟ بالتعويل ده بالتعميم ده مش كلها. لا مش كلها. لا يعني مش جزء من النخبة. لا جزء النخبة الظاهرة الحرجة. لا جزء. لا مش النخبة كلها، جزء منها. لا النخبة الفاعلة في الوقت ده اللي كان صوتها مسموع. صحيح. لا طبعا مش النخبة الفاعلة، جزء منها. جزء منها. جزء منها. جزء جزء منها. لما جاء احنا كنا بره فيرمونت. اه بس هو في ناس ثانية في فيرمونت. جميل كويس. انا بتكلم مش النخبة الفاعلة اللي كانت مسيطرة على الاعلام انذاك. اللي الاعلام متبنيها او اللي الاعلام تبناها او هم في علاقه المجتمع. عضويه بينهم وبين بعض تمام. وهكذا وصولا علاقه اتفاقيه، علاقه مصالح وعلاقه حاجات اتفاقيه. اللي بيدفع واحد يا سياده الوزير قول احنا بننظف احنا بنطهر. فاحنا لسه في مثل هذه المرحله، وبالتالي الرهان في هذه الفتره هو على الشارع، هو على المواطن العادي.